بحضراتكم مره ثانيه في اخر فقراتنا النهارده التكتيك. اتكلمنا يمكن يوم الاثنين اللي فات على الحاله الهجوميه لليفربول، وازاي ليفربول بقياده يوجن كلوب بقى من افضل الفرق في العالم على مستوى الهجوم، واتكلمنا في ثلاث نقاط وشرحهم طبعا نجمنا اللي منورنا النهارده محمد الباز، اللي بنقول لك اهلا بك يا محمد، منورنا ومشرفنا. اهلا وسهلا، تحياتي لك كابتن هاني، تحياتي لجمهور النادي الاهلي. اهلا بيك. النهارده محضر لنا وكنت بتتكلم على تشيلسي مع توخيل، ايه التغييرات اللي حصلت؟ يعني تشيلسي من ساعه توخيل ما مسك تشيلسي وكان في طور على مستوى التكتيك، على مستوى اللاعبين، على مستوى الروح، على مستوى النتائج. عايزين نعرف منك واللي محضروا لنا ايه اللي عمله توخيل من اول استلامه المهام الفنيه لفريق تشيلسي. صحيح، هو توخيل استلم المهام الفنيه لتشيلسي كان في يناير 2021، يعني تقريبا نقدر نقول سنه او سنه وشهر، مده مش كبيره. صحيح. ولكن عمل تحول وتطور كبير جدا في خطوط تشيلسي، بدايه من خط الدفاع ثم التحولات من الهجوم او من الدفاع للهجوم والشراسه الهجوميه. طبعا قبل ما تخش بديت، يعني انت تقول لي ازاي اشتغل على دوت، يعني اول ما جه ايه التغييرات اللي عملها؟ هل شاف الديفو في خط الدفاع؟ هل شاف الديفو في خط النص الخط الهجومي؟ ازاي اكتشف توخيل نقاط الضعف في تشيلسي وبدا بشكل او باخر يقويها وينميها ويشتغل تكتيك عشان نشوف تشيلسي بهذه القوه، وطبعا حصوله على تشامبيونز ليج السنه اللي فاتت؟ طبعا تشيلسي كان بيعاني في الخطوط الدفاعية، كان عنده مساحات دايما فاضية، كان دايما بيستقبل أهداف كثيرة، كان عنده جابس كبيرة جدا في خط الدفاع مع لامبرد. أول حاجة عملها توماس توخيل إن هو حط إيده على المشكلة في خط الدفاع وبدأ يغير طريقة اللعب. طريقة اللعب. قال لك أنا هلعب بطريقة لعب مختلف. الطريقة اللي كان بيلعب بيها دايما لامبرد كانت بتبقى 4-3-2-1. أول حاجة فكر فيها توخيل، أول حاجة بدأ بيها في أول لقاء ليه على طول، غير طريقة اللعب ولعب ب 3-4-3. دي الطريقة القديمة اللي كان بيلعب بيها دايما لامبرد، كان دايما في أربعة في خط الدفاع والخط الظهر وبيلعب 4-3-3 زي ما قلنا. صحيح. عمل بعد كده توماس توخيل زي ما قلنا، أول حاجة اشتغل عليها إن هو غير طريقة اللعب، اعتمد على ثلاثي خط الدفاع القوة الكبيرة. روديجر الالماني احنا عارفينه طبعا، عامل ماتشات رائعه جدا بكل تاكيد. يعني طريقه اللعب اختلفت، بدا يلعب ب 3-4-3. بدا يعيد اكتشاف طبعا روديجر وتمركزه، بدا تياجو سيلفا يديله كل الثقه في قلب الدفاع، وطبعا أزبيليكوتا اللي عامل يعني مباريات عظيمه جدا وخبره كبيره جدا. خط النص زي ما بقول 3-4 هو ده القوه. ازاي بقى هنبدا نشوف قوه تشيلسي بعد ما ظبط خط الدفاع؟ وهنشرح دلوقتي ازاي هو بيقدر ان هو يعتمد على خط النص والتمركز الاساسي طبعا لاقوى خط نص في العالم في الفتره الحاليه. احنا شايفين هنا كمان التشكيله دي كمان غايب عندها كانتي طبعا اللعيب الفرنسي الكبير، لكن في خط نص اكتر من رائع، وكمان انت كمان هتكلمنا كمان على الخط الهجومي والتطوير اللي حصل على مستوى الهجوم في تشيلسي. هيظهر معانا كانتي، وهيظهر معانا طبعا جورجينيو، وهيظهر معانا تشيلويل والقوه في الاجنحه في الصور. اهم حاجه، اهم ما يميز خطه او ينجح خطه توخيل تشيلسي بالفكر الالماني والتكتيك الالماني، هو اعتماده على الاجنحه، سواء كان جناح اليمين اللي عاد اكتشافه طبعا كان جيمس، او الجناح الشمال هو تشيلويل هيظهر معانا دايما. التمركزات بتاعت كانتي واللي هو الترمومتر اللي هو لاعب بوكس تو بوكس، وان هو دايما كانتي هنشوف معانا في الصور بيقرب مع جورجينيو، سواء كانت اللعب ناحيه دي الفكره. يمكن انت بتتكلم واحنا اللي متابع تشيلسي بشكل او باخر مع توخيل، هو بيعتمد بشكل كبير. صحيح. على الترانزاكشن، سرعه التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. اشرح لنا ده من خلال بعض اللقطات اللي قدامنا. وده ما يميز تشيلسي، وده اقوى عنصر بيلعب عليه توماس توخيل في التحولات من الدفاع للهجوم. دايما بتبدا الهجمه في البيلد اب ورا من جيمس من ناحيه اليمين، في حاله الكره ما تبقى مع جيمس زي ما احنا شايفين كده، بيبدا يقرب منه جورجينيو. جورجينيو الموجود في الحته دي دايما مش عشان بس يستلم الكره، لا، عشان يفتح مساحه سواء كانتي اللي دايما موجود في ظهر جورجينيو وقريب جدا من جيمس. هنا زي ما احنا شايفين في الحاله، جورجينيو ضرب مندي لاعب مان سيتي، وطبعا دي بروين اللي معانا في الصوره.
هي الصوره دي كمان مهمه جدا جدا، ان احنا بنتكلم على ان احنا البيلدنج اب او التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه بيكون عندنا اثنين الارتكاز، اثنين وسط الملعب الموجودين لازم بيظهروا، وجيمس بيحاول يوصل الكوره يا اما جورجينيو يا اما لكانتي، والمساحه اللي قدامنا المربع الفاضي دوت انت المساحة بتتكلم بالزبط. على ان يكون في التحول سريع، يعني بيخلق مساحه كمان انك تنقل الهجمه بشكل اسرع، وده مهم جدا في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. بالظبط. في الصوره الثانيه المساحه اللي خلقها كانتي لما نزل عشان يستلم الكره من جيمس ويدي المساحه ان جيمس يطير هنا، في الحاله دي دايما تشيلسي بيعمل التكتيك ان بينزل لاعبين زي زياش او ماونت بيقربوا من الدايره في الارتكاز هنا في نص الملعب علشان يبرجلوا خط الدفاع في اي فريق، خصوصا الفرق يا كابتن هاني اللي بتلعب ضغط عالي زي مان سيتي على سبيل المثال. هنا هنشوف المثال طبعا جيمس على طول دايما بنشوفه حالات متكرره جدا بيطير، بينزل زياش او بينزل ماونت بالشكل دوت بيفتح مساحات بيبرجل، يعني رودري هنا مدافع. انا كنت لسه هكلمك الحاله اللي احنا يعني دي تكمله للصوره اللي احنا شفناها قبل كده، ان خلاص كان جيمس لعب الكوره لكانتي متواجد جنبه جورجينيو، وكانتي بدا ينزل المساحه ديت بينزل فيها ماونت وبينزل فيها حكيم زياش للاستلام، وبالتالي سرعه الهجمه كانت سريعه جدا من التحول من الحاله الدفاعيه من جيمس لكانتي او لجورجينيو عشان ينقل الكوره لحكيم زياش او ماونت اللي هو بيفضي المساحه، مع تقدم كمان الباك اليمين او حتى على مستوى الباك الشمال لو الهجمه من ناحيه الشمال وانطلاقه في الحاله الهجوميه. بالظبط نفس المشهد دوت هو هنكمل الصوره للنهايه والحاله للنهايه. جيمس انطلق بدا ان هو يرفع، خلاص خلقت مساحات كبيره جدا، هنا موجود معانا طبعا تيمو فيرنر، معانا اكتر من عنصر، حتى تشيلويل الجناح الايسر بدا يضم، طبعا هنا في مساحات تترجم لاهداف، وبدات في هنا الهجوم او التحول اثر وسبب على الهجوم شرس على مرمى الخصم. صحيح. نفس المشهد دوت بنشوفه دايما بيتكرر من ناحيه الشمال مع تشيلويل، وبيقرب منه الونسو في بعض الاوقات. صحيح. لو كان موجود في التشكيل. صحيح. من اول عنصر مهم جدا، اول عنصر اتكلمنا فيه التحول السريع ترانزاكشن من الحاله الدفاعيه لفريق تشيلسي للحاله الهجوميه، وشفنا كمان نماذج وهو بيقابل المان سيتي من افضل الفرق بتلعب على مستوى الضغط كمان، لكن ازاي بيوصل للتلت الهجومي ده شرحناه. ايه النقط الثانيه من القوه، من نقاط القوه او التكتيك اللي عمله توخيل لتحسين اداء تشيلسي في الفتره اللي فاتت؟ طبعا توخيل دايما بيفكر، دايما بيعمل الروتيشن في طريقه اللعب، ما بيثبتش على طريقه واحده، حتى لو في مثلا غيابات بسبب اصابات او توقف او دايما بيعمل الروتيشن في طريقه اللعب. طب قول لنا ايه الروتيشن او تحول طريقه اللعب غير طبعا الخطه نفسها، طريقه من 4 من 4 3 3 لعب 3 4 3، ايه تاني؟ البيلد اب دي من اهم النقاط اللي بيبدا يعملها طبعا من الخط الخلفي، دايما بنشوف بيقلب طريقه اللعب سواء كان 4 1 4 1 وفي الماتشات الاخيره لعب 4 2 2 2 امام توتنهام الماتش الاخير وفاز 2 0 على توتنهام، ده بيساعد بيدي المساحه ان دايما كانتي او جورجينيو بينزل في هو الواحد اللي امام خط الدفاع الاربعه، وبيبدا برضه يعمل التحول السريع في البيلد اب بنزول حكيم زياشي او نزول ماونت او الونسو، بيبدا ان هو يوزع على الاطراف ويطير. انت بتتكلم دلوقتي البيلد اب من داخل ال 18 لو كانت ضربه مرمى، وطبعا السيرد باك استلمها، فبيكون في حاجه اسمها توسيع للملعب، ان المسافه ما بين السيرد باكين موجوده اذا كانت سيلفيا او روديجر وكمان على مستوى الباك اليمين والباك الشمال مع وجود جورجينيو او كانتي في الحته ديت، ان هو يكون متواجد بيعمل مثلث ويكون هو المخرج لبناء الهجمه من الخلفيه. بالظبط هو ده نقطه التحول بتتم دايما من خلال البيلد اب من جورجينيو و سواء زي ما قلنا كانتي وهو بيكمل. بيلد اب بقى من الجزء الثاني، انت بتعمل بيلد اب او بتحافظ بقى على مستوى تواجدك في نص ملعب الخصم من خلال الاحتفاظ بالكره، ممكن برضو صحيح. يعني احنا كان معانا حاله بتوضح لنا البيلد اب دوت لما بيتم من نص الملعب، في نص ملعب او التلت الهجومي دايما بيقلبوا طريقه لعبه الكابتن من 3-5-2 وفي اوقات من 3-2-5 بيعمل الاسترتشنج بالخمس لاعبين سواء كان من بدايه لا مش جيمس. الصوره دي ممكن تكون الصوره اللي جايه، الصوره موجوده، فبالتالي هي بتشرح نفس الحاله زي ما بيتكلم في خمسه دايما بيعملوا استرتشنج في نص الملعب لتشيلسي، وبيبدا ان هو يعمل زياده مع وجود طبعا لوكاكو دلوقتي او حتى تيمو فيرن او كاي هافرتس. هنا لو نرجع بالصوره اللي قبل دي
بتوضح لنا برضو البيلد اب ده الماتش الاخير امام ليل اللي فاز فيه تشيلسي 2-0 في تشامبيونز ليج. الهجمه برضو في البيلد اب نفس الكلام، هنا بدا من تياجو سيلفا، بدا الكوره كانتي دايما زي ما بنقول هو ده المحطه، هو ده الترمومتر اللي بينقل فريق تشيلسي اللي قدامه، ده نقطه القوه عند تشيلسي. والنقطه دي برضو عايز اتكلم فيها انه ممكن جدا بيكون في كثافه عدليه، يعني ممكن يحول الفريق مثلا فريق ليل يبقى في جهه معينه اذا كانت ناحيه اليمين، وسريعا جدا التحول من بين اليمين او من الشمال سريعا جدا عشان يقدر يعمل حتى الكاونتر اتاك، ودي صوره واضحه ان في كثافه عدديه بالنسبه لفريق ليل وتشيلسي في الجهه الشمال، وبالتالي كان في مساحه واسعه هنا ناحيه اليمين يقدر يعمل منها الكاونتر اتاك. بالظبط الكاونتر اتاك بالظبط في الحاله ديت بدات من طبعا تياجو سيلفا والكانتي المحطه اللي دايما بنشوفه في كل لمسه في التحولات. طب يعني نشوف الصوره اللي بعد كده، كان دي على طول لف ظهره فتح الملعب بدا يجري معاه طبعا، هنا كان كاي هافرتس اللي خد هافرتس اللاعب الرائع طبعا احرز هدف هذا اللقاء، خد المدافع وراح هنا طبعا كان اعتقد بولازيش ده كانتي كانتي كامل دي الكره اعتقد دي كره الهدف اعتقد ولا بالظبط دي كره الهدف فعلا هو كامل بالظبط، وكان كانتي طبعا قطع المسافه دي كلها من حوالي اكتر من 40 50 متر. بوليزيتش طبعا في الوقت المناسب يعني هنا كاي هافرتس خلاص خد المساحه وقف على الخط، تم بوليزيتش خد الوضع بتاعه واصبحت هدف ترجمت لهدف في هذا اللقاء. طبعا حاجه عظيمه جدا الادوار اللي احنا شفناها لكانتيو قد ايه بيعمل دور بيفكرنا كده يعني بديانج في النادي الاهلي. صحيح. لانه بيقطع مسافات طويله بالكره بشكل كويس والتايمنج في الباص كمان، وده كان سبب وكان اسيست رائع للهدف الثاني لي طبعا تشيلسي. كمان عندنا محضر لنا حاجه لنجمنا الكبير محمد صلاح، واحصائيه مقارنه بسيطه ما بين محمد صلاح حكيم زياش ورياض محرز. بكل تاكيد احنا يعني نقدر نقول ان رياض محرز ومحمد صلاح وقرب منهم طبعا حكيم زياش في المباريات الاخيره بيلعبوا تقريبا نفس المركز او في نفس البوزيشن في جناحة الجناح الايمن المهاجم. هنا المقارنه هنا بس بنوضح حاجه مهمه جدا مع بعض، ان في حالة لو اعتمد الترينر او المدرب او الكوتش على لاعبين في مراكز مختلفة، حاب ان هو يعمل الروتيشن للاعب واحد في مراكز مختلفة، بنشوف الفاعلية والمردود والنتائج من اللاعب دوت في اكتر من مركز. رياض محرز على سبيل المثال نزل في 9 مباريات كبديل، اللي يهمنا هنا نشوف قوة وفعالية رياض محرز لما يلعب مهاجم صريح سترايكر صريح او بيلعب جناح يمين او حتى نص ملعب هجوم من ناحية اليمين. اكتر فعالية بتبان هنا كابتن هاني هو لما بيلعب في ناحية او جناح يمين طبعا. جناح يمين بالنسبة لرياض محرز بيبقى في مردود رائع 12 هدف من 16 مباراة، صناعة اهداف 5 اهداف، بالتالي انا ككوتش شايف الرؤيه في تجربتي للاعب دوت في اكتر من مركز. من الواضح جدا ان يعني رياض محرز لا يصلح ان يكون مهاجم صريح لان عدم مبارياته ما عندوش ان هو حتى يقدر يقف بظهره يعني ظهره للمرمى، عنده صعوبه في ده. لكن على مستوى الفاعليه لما بيكون في كوينج يمين بيكون عنده فاعليه اكتر، حتى على مستوى يعني كبديل برضه لا باس، هي 9 مباريات كبديل بيحسب منها 3 اهداف، فهو ورقه رابحه وورقه دايما تنزل تخلص ويكون ليها دوافع ومردود ايجابي. صحيح. ده بالنسبه لرياض محرز على سبيل او على طبعا المقارنه على المراكز. طيب نشوف حكيم زياش في نفس المقارنه. بالظبط حكيم زياش بيلعب في اكتر من مكان في الملعب. صحيح. برضه نزل بديل في 7 مباريات، كان اهداف واحد صناعه اهداف واحد، برضه ورقه رابحه طبعا حكيم زياش، شفناه نص ملعب مهاجم ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، نص ملعب يمين او بيلعب 6 مركز 6، بيلعب جناح شمال جناح يمين زي ما شفنا. ابرز او ما يميز حكيم زياش هو وجوده طبعا كوينج يمين او مهاجم يمين، لعب في 12 مباراه 5 اهداف وصناعه الاهداف 3، طبعا الشوط على التسديد على المرمى تارجت 37 تسديدة، يعني هو بيبين الفاعلية والقوة لحكيم زياش لما بيلعب برضو جناح يمين. صحيح. طيب نشوف مقارنة بقى، انت كلمنا على حكيم زياش ونشوف بقى محمد صلاح في نفس المقارنات. محمد صلاح يعني كجناح يمين عامل رقم خرافي طبعا، يعني رقم استثنائي رقم خرافي، وده بيبين لنا محمد صلاح لاعب مهاجم ناحيه اليمين المردود بتاعه يعني نقدر نقول مش افضل حاجه، فالمكان الصحيح لمحمد صلاح. ولما حتى اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت معظم الاهداف 150 هدف اللي كان جابهم دلوقتي بقى 152 هدف من داخل ال 18 خصوصا من ناحيه اليمين كجناح يمين، 37 مباراه 30 هدف الموسم دوت
13 هدف صناعه اهداف، مساهمه كبيره جدا بنسبه او 33 هدف مساهمه من محمد صلاح في الموسم الحالي. صحيح الارقام طبعا بتبين ان محمد صلاح اكيد في الجهه اليمين طبعا كافضل جناح يمين في العالم وافضل هداف في العالم وان شاء الله افضل لاعب في العالم. دي مقارنه كانت جيده جدا. عايزين نشوف بقى التحركات من خلال الهيت ماب بالنسبه لمحمد صلاح ومقارنته كمان بحكيم زياش. اعتقد دي ده محمد صلاح. ها دي بالظبط دي محمد صلاح. زي ما اتكلمنا دلوقتي في المركز وقوه محمد صلاح ومردوده وفعاليته دايما بتبقى من ناحيه الجناح الجناح يمين. دايما محمد صلاح بيكون متواجد في المكان ده بشكل كويس جدا. طبعا زي ما اتكلمنا على الديناميكيه اللي بتحصل ما بين ارنولد وهندرسون في نص الملعب وتحركاته وان هو بيدخل لجوه واحرز 150 او 152 هدف من داخل ضربات جزاء. هي دي انا عايز اقف عند نقطه زي ديت عشان بنتكلم كمان ان مهم جدا المدير الفني يكون عارف امكانيات اللعيب بتاعه. بالظبط شايفين الهيتني بتاع محمد صلاح معظمه في التلت الهجومي، يعني قليل جدا لما محمد صلاح بيظهر في الموقف الدفاعي شويه، يعني حتى مش متواجد بشكل كبير غير في الجزئيه ديت. صحيح. وده التكتيك بتاع يورجن كلوب انه بيعتمد على محمد صلاح في الكاونتر اتاك، بيحتاجه في الجزء الهجومي اكبر. والجزء الثاني اللي بتكلم عليه ان وجود محمد صلاح داخل ال 18 بكثافه كتيره جدا جدا اتاح له الفرصه طبعا انه يحرز اهداف على مستوى كبير جدا طبعا من داخل ال 18. صحيح وهذا ده المردود اللي بنشوفه محمد صلاح بيتناسب مع حكيم زياش على نفس الهيت ماب ونعمل مقارنه. طبعا احنا شفنا دلوقتي المراكز المختلفه لحكيم زياش وشفنا فعاليته اكتر بتبقى كجناح يمين. حكيم زياش دايما بيكون متواجد في اماكن كتيره ولكن المردود او الفعاليه الاكثر بتكون من ناحيه اليمين. يعني هنا بتظهر برضه ان هو لعب ماتشات كتيره زي ما شفنا عدد المباريات في ناحيه الشمال او كجناح شمال، ولكن فعاليته هي كانت الافضل من ناحيه اليمين. ومن الواضح طبعا الفرق ما بينه وبين محمد صلاح في التكمله العدديه داخل ال 18 او تواجده داخل ال 18 بنسبه كبيره جدا جدا، ولكن ده بيخدم على طريقه لعب تخل زي ما شرحنا طبعاً. ان هم دايما حكيم زياش بيعتمد ان هو بينزل في الارتكاز ان هو بيكمل التحولات من الدفاع. طيب ناخد كمان ده بالنسبه لرياض محرز. رياض محرز قريبه شويه من محمد صلاح. صلاح بنتكلم في عمليه يمكن الحاله الدفاعيه كمان بينزل اكتر من محمد صلاح شويه، ده الفرق. وكمان على مستوى دخول ال 18 اقل من محمد صلاح شويه. صحيح ودايما تواجده بتكون على الطرف بشكل كبير جدا عن بالزبط. محمد صلاح. محمد صلاح دايما تواجده بيخش على جوه بشكل كبير جدا عشان يعمل ديناميكيه مع ارنولد او هندرسون. طيب. بشكل عام طيب نشوف بقى مقارنه تفصيليه على الارقام. محضر لنا جداول ممتازه وهايله. شفنا على مستوى التحركات في الملعب، شفنا على مستوى المراكز المختلفه. ده صحيح هنا البروفايل، يعني انا دلوقتي كل لاعب ليه بروفايل بيبين الكواليتي او القوه من ناحيه الكواليتي او من ناحيه الارقام. دي مقارنه لهذا الموسم محمد صلاح ومحرز وزياش. طبعا محرز لعب 36 مباراه، زياش 32 مباراه، محمد صلاح طبعا اكتر واحد طبعا مشاركه منهم 41 مباراه. عدد الاهداف 21 لمحرز 9 زياش و27 هدف لصلاح. ضربات الجزاء المسدده اللي تم تسديدها من محرز كانت 7 ضربات جزاء، وبالمناسبه هو احرز السبعه. احرز 7 ضربات، يعني ملك ضربات الجزاء رياض محرز. الدقه والقوه، زياش جات له ضربه جزاء واحده وشاطها واحرزها. محمد صلاح شاط 7 ضربات جزاء سجل منهم 5 وضاع 2. هنا برضو الارقام بتبين لنا القوه زي ما كنا بنقول في الهيت ماب ووجود اللاعب والفعاليه بتاعته. محمد صلاح مثلا بيشوط او اهداف من داخل منطقه الجزاء 25 هدف، طبعا بيفوق محرز 20 هدف، زياش 6 اهداف فقط من داخل منطقه الجزاء. من خارج منطقه الجزاء محمد صلاح ما جابش الا جونين بس من خارج منطقه الجزاء في الموسم الحالي. طبعا بالعكس زياش لما شفنا بالهيت ماب ده متواجد بره منطقه الجزاء فاحرز 3 اهداف من بره. رياض محرز احرز هدف واحد. كمان حلو قوي اللي انت عامله، اهداف بالرجل اليمنى. طبعا محمد صلاح 4، يعني محمد صلاح رقم لا باس فيه طبعا ان محمد صلاح بيلعب بالرجل الشمال افضل كتير من اليمين. رجل الشمال 23 هدف، يعني 23 هدف من التوتال 27 هدف برجله الشمال. وزياش طبعا 9 ومحرز 16 بالرجل اليسرى، برده محرز بالرجل اليسرى افضل. ضربات الراس بتورينا ان محمد صلاح ما بيشاركش، وده طبعا كل لاعب عنده قوه، ومحرز هو يعتبر الافضل او الاقوى في المشاركه في ضربات الراس من داخل الديار. طبعا في ال 14 لقاء لمحرز، اما
محمد صلاح طبعا متواجد بيحرز اهداف من داخل يعني الخارج. خارج واضح جدا ان محمد صلاح يتفوق متفوق على الاثنين بشكل كبير. محمد صلاح احرز 16 هدف خارج الديار، بنتكلم محرز 7 وحكيم زياش 4 اهداف. طبعا اجمالي التسديدات دي حاله الهجوم بالظبط. محمد صلاح متفوق كمان في التسديدات على المرمى بشكل كبير بكل تاكيد. اجمالي التسديدات 97 تسديده. محمد صلاح يعني بيتفوق في معايير كثيره في قياس اداء اللاعبين والبروفايل بتاعهم. نبدا شيء جيد جدا انك بتشوط 97 شوطه منهم 65 اكتف، ده حاجه رائعه. تسديدات خارج المرمى محمد صلاح يمكن 32. عايزين نشوف كمان عندك جداول كتير عايزين نشوفها. يعني دي رقم يعني التسديدات في القائمه ما بينشنش، لكن بيبين ان محمد صلاح كمان يعني بيحاول ويعني الاهداف والمساهمه في الاهداف وصنع الاهداف وان هو يشوط تيجي في العارضه وقوع في التسلل ده برضو معيار مهم جدا لقياس اداء اللعب عشان الكوتش يقعد معاه ويبقى عارف ازاي نتدرب ان احنا نضرب التسلل. فبيبان بالنسبه لنا في الموسم كله اجمالي محمد صلاح يعني 14 اكثر من وقع في التسلل كان محرز. طبعا المراوغات انت بتتكلم 34 محرز، زياش 53، محمد صلاح بستايل لعبه عنده مراوغات ضائعه 74، لكن كمان عنده طالما عندك مراوغات ضائعه كتير فانت استلمت الكوره بشكل اكبر يعني بالظبط. اجمالي فقد الكوره كمان على محرز 358، زياش 486، محمد صلاح 512. لمس الكره طبعا تفوق محمد صلاح في عدد لمس الكره، ولكن ارقام متقاربه بشكل كبير يعني بكل تاكيد. البروفايل بيورينا قوه كل لاعب، الفاعليه بتاعته في جميع المعايير اللي بيقاس بها تقييم الاداء. صحيح. وبتكشف ايه افضل مركز، ايه افضل اعتمدت على هذا اللاعب في انهي مكان يديني مردود افضل، وده اللي شفناه. تحليل رائع محمد، ويعني بشكرك شكرا جزيلا على يعني التوضيح على مستوى كمان التكتيك، كان تكتيك اكتر من رائع وتحضير اكتر من رائع، وان شاء الله لينا لقاءات جايه كتير ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك كابتن هاني، شكرا جزيلا، شرفتنا. شكر دايم لحضراتكم على يعني متابعتكم لينا، وان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الاثنين اللي جاي من 7:30 ل 9 في يوم جديد من ايام المحترف.